حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل إلى 265 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. وبحسب الإدارة فإن صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي انخفضت عن الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات 290 ألف برميل يوميا. وأشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا، وبمتوسط بلغ 3,780 ألف برميل يوميا، تلتها المكسيك ثم السعودية ب 476 ألف برميل يوميا. أغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بلغ دولاراً و55 سنتاً ليصل إلى 74 دولاراً و68 سنتاً، وسجل خسارة أسبوعية طفيفة بلغت 12 سنتاً. هذا وأغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على انخفاض أيضاً بلغ دولاراً و55 سنتاً ليصل إلى 79 دولاراً و43 سنتاً، وسجل خسارة أسبوعية بلغت دولاراً و12 سنتاً. وأغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار دولار و19 سنتاً ليصل إلى 82 دولاراً و78 سنتاً للبرميل، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 3 دولارات و5 سنتات. أكد خبراء اقتصاديون أن نسبة رواتب القطاع الأمني تبلغ أكثر من نصف مجموع رواتب الدولة في العراق. وقال الخبراء إن الرواتب شكلت ما نسبته نحو 27% من مجمل إيرادات الدولة العراقية لعام 2022، مبيناً أن رواتب القطاع الأمني بلغت أكثر من 53% من مجمل الرواتب. وأضاف الخبراء أن رواتب وزارة الداخلية وصلت إلى 27%، فيما بلغت رواتب وزارة الدفاع 16%، ومثلت 15 جهة حكومية من أصل 44 جهة ما نسبته 90% من الرواتب. أعلنت هيئة الجمارك في العراق ضبط 74 حاوية وشاحنة مخالفة في مدخل بغداد وموانئ البصرة. وبحسب الهيئة فقد تم ضبط 74 حاوية وشاحنة في يوم واحد محملة بأنواع البضائع، وذلك لكونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد. وفي عملية أخرى كشفت الهيئة عن إحباط عملية تهريب 56 شاحنة في مدخل بوابة بغداد الشمالية بسبب مخالفتها لشروط الاستيراد. أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن الوظائف غير الزراعية في البلاد ارتفعت بواقع 311 ألف وظيفة في الشهر الماضي. وبحسب الوزارة فإن هذا الرقم يدل على أن سوق العمل الأمريكية ما زالت تتميز بالقوة بصورة قد تسمح للبنك الفيدرالي بالإبقاء على سياساته المتشددة. وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 3.16% فوق التوقعات التي انتظرته عند 3.14، وسط ارتفاع في معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.50%، وهو أعلى مستوى له منذ آذار 2020. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.